رجعنا لكم تاني بعد الفاصل وكلامنا لسه متواصل في الكرة العالمية. ولما بنقول كرة عالمية بقى لازم نتكلم عن محترفينا في الخارج، وهو الحقيقة بيبقى ملف هام جدا في هذا الإطار. وطبعا يعني النهاردة مشرفنا للحديث عن كل هذه الأمور الأستاذ سليمان النقر الناقد الرياضي. النهاردة مشرفنا، صباح الخير عليك. ده نور، أنا سعيد أني موجود معاكم. صباح الفل عليك، معاكم مرة تانية. ده يسعدنا ويشرفنا وجودك معانا دايما في 10 الصبح في الأهلي. طالما قلنا كلمة محترفينا يبقى لازم نستهل بمحمد صلاح ونعرف كده رأيك ورؤيتك لأداء محمد صلاح في البريمير ليج، وبرضه فكرة إن هو واحد من أبرز ويعني وأهم الأسماء المرشحة كاللاعب الأفضل في البريمير ليج. شايف اللي حاصل إيه؟ محمد صلاح ما شاء الله طبعا مش محتاج تقييم. محمد صلاح يعني انت بتتكلم في لاعب عارف يصنع اسم كبير في على مستوى الكره العالميه مش بس الدوري الانجليزي. محمد صلاح النهارده للسنه السادسه على التوالي بينافس على لقب الهداف، يمكن خد ثلاثه قبل كده هداف دوري انجليزي. انت بتتكلم برضو خمس سنين هداف ليفربول من ساعه ما جه، والسنه السادسه بينافس هو دلوقتي برضو هداف ليفربول. يعني هو وكمان المركز الثاني يعني بينافس واحد زي هالاند، يعني ما شاء الله حاجه بالظبط كده، مش حاجه مش محتاجين نتكلم عنها يعني. فمحمد صلاح يعني الحمد لله ماشي بخطى ثابته، يعني وصل لمرحله عاليه من النضج الكروي، عارف هو بيعمل ايه. كمان يعني محمد صلاح بيشتغل على نفسه بشكل كويس، انه كتدريبات خاصه بيعد نفسه يعني بدنيا. يعني كمان انت لو استاذ كريم لو تشوف الكلام من اللعيبه بيتكلم، يعني لسه شايف سوبوسلاي امبارح بيقول تصريحا ان هو بيقعد مع صلاح عشان يتعلم منه ويشوف الخبرات اللي خدها وفكره التدريبات اللي بيعملها في بخلاف التدريبات الاضافيه بخلاف التدريبات في ليفربول، يعني عشان يتعلم منه ويوصل للمرحله اللي صلاح وصل لها. يعني بياخده مثل بيحتذي بيه يعني. يعني في ايه تاني هنقوله اكتر من كده؟ بس يمكن كريم لما كان بيتكلم كمان عن فكره الجائزه الافضل، احنا معانا خمس مرشحين يعني نقدر نقول كده ولا اقوى. معانا يمكن هالاند، معانا ساكا، معانا يعني اولي واتكنز، يعني خمس مرشحين تقال جدا مع صلاح. فعايزين نتكلم اكتر عن فرصه صلاح في ان هو يحصد الجائزه دي. هو طبعا اي ترشيح للجائزه صلاح هيكون موجود في يوم. ليه يعني احنا بنتكلم لغه الارقام في مريم. فالنهارده يعني صلاح انت بتتكلمي لسه زي ما كنا بنتكلم استمراريه وثبات. يعني فكره انه ليفربول ماشي بشكل كويس، هو دلوقتي المركز الثالث لكن موجود في المنافسه. الفرق بينه وبين مانشستر 3 بونت، فمش بعاد يعني ممكن ماتش واحد يعادل، ممكن مواجهه مباشره بينهم خلاص خلصت يعني. فالموضوع قريب مش بعيد. كمان صلاح بنفسه ان هو يعني 8 اهداف بينه وبين هالاند 3 اهداف اللي هو 11 هدف هالاند، يعني فالموضوع برضو قريب. فلو في ترشيح لو ما كانش صلاح رقم واحد هيكون رقم اثنين، مش يعني مش هيبقى رقم ثلاثه واربعه يعني على مستوى الدوري الانجليزي. يعني الارقام هي اللي بتتكلم. فصلاح يعني وصل لمرحله من انه هو خلاص يعني زي ما تقول نموذج الارقام قياسيه متحركه. بس هو فرصه انه يحصل على لقب هداف الدوري الانجليزي عماله تبعد بوجود هالاند. ده طبيعي، بس خلينا متفقين برضو انه هالاند مهاجم صريح، ده غير انه صلاح جناح اساسي يعني. فجناح وست سنين بينافس على الهداف، ده انجاز في حد ذاته صلاح يعني. حاجه تحسب لصلاح مش عليه يعني. وهالاند برضو بيلعب فريق فيه كل الامكانيات متوفره يعني، مع احترامي لليفربول فريق كبير، لكن على المستوى الجماعي كله في تفوق كبير ما بين مانشستر سيتي وما بين ليفربول يعني طبعًا. ففي فارق كمان يعني. هو فريق مانشستر سيتي عنده نزعه هجوميه عاليه، فهتلاقي نسبه التهديف عنده اعلى من نسبه ليفربول. بس لو هنراجع الارقام الفريقين هنلاقي نسبه تهديف صلاح بشكل عام عاليه يعني. صلاح بخلاف ماتش امبارح يعني بتاع لوتون تاون جايب خمس اهداف في ثلاث ماتشات، منهم مباراتين او الثلاثه هو اللي حاسمهم.
طيب استاذ سليمان، دايما بيبقى مهم جدا اي حد متخصص شان عالمي بنناقش معاه، يمكن هي فكره متكرره بنناقشها دايما بس هي مهمه جدا لان وجهه صلاح المقبله امر يعني الحقيقه مهم ولازم نناقشه. فكره استمراره من عدمه مع ليفربول، احنا امبارح كنا بنتكلم انه يمكن يكون دي اخر او ده اخر موسم ليه مع ليفربول، وعن وجهته المقبله، هل ممكن ينتقل للدوري الامريكي؟ هل هنشوف عروض اخرى من الدوري السعودي؟ يمكن كان في كلام كتير جدا مطروح في هذا الشان خاصه الدوري السعودي. هل صلاح بالنسبه له هيكون العروض اللي متقدمه له ازاي؟ هل هيفاضل ما بينهم ازاي خاصه بعد ليفربول؟ لان هو يمكن مع نهايه الموسم اللي فات اختار ان هو يستمر مع ليفربول على الرغم من العروض الكبيره جدا اللي اتعرضت عليه من الدوري السعودي. توقعاتي الشخصيه ان محمد صلاح هيكمل مع ليفربول. محمد صلاح يعني صعب يروح الدوري الامريكي، يعني لو هيروح ممكن كوجهه اقرب هتكون السعوديه، بس ما اظنش انه محمد صلاح هياخد الخطوه دي في الفتره دي. يمكن محمد صلاح ليه طموح معينه واهداف هو ماشي عليها. محمد صلاح عايز يوصل لمكانه معينه، ان يعني خلاص دلوقتي محمد صلاح بيقارن بالاساطير في ليفربول طبعا. يعني انت بتتكلمي في واحد اصلا من ترتيب رقم 12 في هداف الدوري الانجليزي على مدار تاريخه، يعني واللي بيفرقه 5 اهداف عشان يدخل في قائمه العشره. يعني انت بتتكلمي هداف التاريخي، ارقام قياسيه كتير لو هنتكلم. هو لو اختار انه يكمل مع ليفربول فهو الاقرب انه هيكمل مع ليفربول. أيوه هيكمل عشان حاجتين في الحاله دي، عشان يستمر في تحقيق المزيد من الارقام القياسيه، وعشان يرسخ اكتر فكره ان هو اسطوره المكان. هو خلاص يعني استاذ كريم بقى اسطوره فعليا بالارقام، وانه كسر ارقام كثيره في وقت قياسي اقل. يعني مثلا لو هنتكلم مثلا الاساطير السابقين، يعني الوضع كان مختلف بالنسبه لهم، لعبوا في مده اطول وحققوا الارقام دي. طب فمحمد صلاح في خلال 5 أو 6 سنين انت بتتكلم بينافسهم بالارقام دي في الفتره دي، ففي حد ذاته ده انجاز يحسب لصلاح. فتقريبا كل ده يعني هيخلي صلاح يعيد حساباته كتير قبل ما يفكر انه يسيب ليفربول. يعني طيب الى جانب صلاح، احنا عايزين نمر معاك كده ونقف عند كل واحد من محترفينا المصريين في فرقهم الاوروبيه المختلفه. تحب نبتدي بمين؟ زي ما تحب. عمر مرموش وليكن عمر مرموش. عمر مرموش الحقيقه كان اداء الفريق هو بصراحه عمر مرموش السنه دي يعني فاجئنا انه يعني اول موسم ليه مع انتراكت يعني عامل حاله. يعني انت بتتكلم برضه 10 اهداف جابهم، ولسه جاب جونين في يونيون برلين اخر مباراه اول امبارح. يعني ماشي بخطى ثابته، يمكن حتى المدرب هو اخر 3 مباريات 5 اهداف، فده يعني معدل حقيقه كبير. بالظبط. توب مولر المدرب بتاعه كان بيتكلم انه بيثني عليه، انه بيقول ان هو بيتطور بسرعه، ان هو لعيب ذكي بيجتهد بيعمل كل حاجه في التدريبات، عايز يبقى ليه وضع مختلف. بالمناسبه بخصوص المحترفين، احنا في ميزه كويسه ان احنا بقينا نسمح للاعيبه ان هي بتخرج في سن صغير مبكر للاحتراف. يعني كان البدايه محمد صلاح، كان دلوقتي عمر مرموش، وادي مصطفى محمد، ففي لعيبه كتير. يعني اتمنى انه دي تبقى قاعده اساسيه، او يبقى ليها يعني زي ما نقول سيستم جديد، ان احنا يبقى مثلا اللاعب عند سن معينه مفترض لا يتعمل له مثلا عقد احترافي ويبدا يلعب بشكل اساسي مع الفرق، او تسيبه يحترف. طب يعني احنا هنكمل مرور على كل المحترفين، بس انا هعطلك على المرور ده لمده ثواني. اتفضل. عشان اسالك سؤال بيدور في ذهن الناس كتير. انت عندك لعيبه مصريين محترفين في الخارج زي الفل، كل واحد فيهم عامل شغل احلى من الثاني مع الفريق الاوروبي اللي هو بيلعب معاه، ومع هذا لما بنشوفهم مجتمعين مع المنتخب المصري ساعات هذا الاجتماع لا يؤتي ثماره كما هو مرجو منهم. يعني ما بنشوفش منهم اللي احنا متوقعينه منهم طبقا لامكانياتهم وقدراتهم وخبراتهم اللي هم اكتسبوها في الخارج.
تفسيرك للتفصيله دي ايه؟ ده طبيعي لانه الظروف مغايره، يعني اصل يعني اللعب في المنتخب برضو مش زي اللعب في الفرق، مش هقول مثلا اللاعب ما بيديش، لا بيندي، بس هي الفكره مثلا ممكن طريقه اللعب في الفريق بيساعده اكتر من طريقه لعب المنتخب. يعني انت بتتدرب هنا بطريقه معينه وفكر مختلف، بتيجي تتدرب مع المدرب المنتخب بطريقه وفكر مختلف، او ممكن مثلا. طب احنا امتى بقى هنستفيد من يعني المحترفين بتوعنا طالما النقطه دي قائمه؟ هنستفيد في مرحله امتى بقى؟ الثبات الفكري، وجود مدرب منتخب ثابت لفتره طويله، ودي اللي حصلت مؤخرا مع فيتوريا، انه عقده كان 4 سنين مستمر معانا لحد 26، فدي فتره كويسه انه هيقدر فيها يتشبع فكر المدرب. اصل المشكله انت بتاخد على فكره المدرب، هو المدرب ده اصلا كم مره في السنه؟ هو كل واحد فيهم بيلعب في فريقه في الدوله الاوروبيه، ما بيلتقوش غير في حال وجود معسكر للمنتخب او بطوله بيشاركها خلال الاجنده الدوليه. ده المنطقي، بس يعني على الاقل 3-4 معسكرات هتبقى بعد كده فهمت الدماغ ماشيه ازاي، يعني فكر المدرب، طريقته في اللعب، ايه المهام المطلوبه منك لما بتلعب، بيختلف طبعا من مباراه لمباراه حسب قدر المنافس اللي هتقابله. فدي بتفرق شويه، يعني يمكن عشان كده بنشوف مثلا في ناس بتلاقيها بيقول لك محمد صلاح بتاع المنتخب مش هو محمد صلاح بتاع ليفربول، مصطفى محمد مش اللي هو احنا بنشوفه في فرنسا. ده طبيعي، يعني مش ما احنا ما نقدرش نتهم اللعيبه بالتقصير، ده ما حصلش، هم بيعملوا كل اللي عليهم وعايزين يخدموا بلدهم، بس الفكره انه يعني اختلاف طرق اللعب، اختلاف الادوار المركبه لكل لعيب جوه الملعب، دي بتفرق برضو في ظهوره بشكل معين. طيب بذكر بقى مصطفى محمد، مهم جدا ان احنا نتكلم عن مباراه الامس لنانت الفرنسي، ويمكن مصطفى احنا شفنا امبارح لقطه اعتراضه على التبديل وخروجه، يمكن ما خرجش حتى قاعد على الدكه، لا يعني غادر اصلا الملعب، ودي يمكن ما كانتش لقطه متوقعه من مصطفى ويمكن مش منتظره، وده ممكن يسبب ازمات ليه مع النادي او مع الجهاز طبعا الفني خلال الفتره اللي جايه. اداء مصطفى شايفه ازاي، وشايف ازاي كمان اللقطه دي تحديدا؟ هو مصطفى محمد ماشي بشكل كويس، يعني يمكن احسن لاعب في شهر 8 وفي شهر 9، ومرشح برضه انه ياخدها في الشهر ده من فريق نانت. يعني مصطفى محمد يعني زي ما تقولي استوى، يعني كان عنده شويه نواقص السنه اللي فاتت، دلوقتي عرف يتغلب عليها، يعني وصل لمرحله كويسه من انه مستوى تطور. بالنسبة لي مشكلة مصطفى محمد دلوقتي في النقطة اللي كنت بتقوليها، فكرة ان هو العصبية. يعني كان قبل كده في كورة كانت خلاص طالعة من حوالي ماتشين ثلاثة كده، كورة تعتبر ميتة، كانت طالعة ناحية الركنية ودخل احتك بلعيب الخصم وخد انذار وبعدها اتطرد. يعني فانت غرمت نفسك وفرقتك ان انت تطرد وهتغيب الماتش اللي بعده، والواقعه بتاعت امبارح. فالمفترض يعني مصطفى محمد انت خلاص، يعني دلوقتي بتتكلم لعيب كبير من اهم اللعيبه في نانت، يعني المهاجم الاساسي في المنتخب. على الرغم من اهميته دي يا استاذ سليمان، ممكن التصرفات دي، يمكن ده تصرف انت بتتكلم عنه، امبارح شفنا تصرف اخر، ممكن انه هو على الرغم من النجاحات اللي بيقدمها مع نانت وكمان مع النتائج اللي بيقدمها، ولكن فكره عدم السيطره اللي ممكن تخسر النادي تحطه في موقف، بس انه ضبط النفس يبقى هادي شويه في التعامل. انت خلاص يعني خدت من خبرات ما يكفيك ان انت تعرف تتعامل مواقف زي دي، يعني مش محتاج انت خلاص يعني لاعب كبير. برضو قبل ما نسيب مصطفى محمد، ودي تفصيله برضو عايزين نعرف منك مدى مصداقيتها، كان في كلام ابتدى يتقال في الفتره الاخيره ان مصطفى محمد وارد جدا ما يكملش بعد كده مع نانت، وارد جدا نشوفه مع الزمالك في الموسم الجديد، الكلام ده الى اي درجه هو كلام مظبوط؟ ما اتوقعش بصراحه، يعني انا اللي اعرفه عن مصطفى محمد انه حاطط تارجت لنفسه انه مكمل في الاحتراف، يعني هو عايز يعمل حاجه لنفسه، يعني هو اكيد لو فكر فيما بعد يرجع على مصر هيكون خيار اول للزمالك، بحكم ان هو النادي اللي صاحب فضل عليه والكلام ده. لكن انه يفكر يرجع الزمالك في المرحله دي ما اتوقعش خالص يعني.
مصطفى محمد يعني انت بتتكلم السنه بتتغير عند اللعيب بعد ما بيحترف بره وينجح في احتراف. طبعا مصطفى محمد النهارده انت بتتكلم 5 اهداف في الدوري الفرنسي، المركز الثالث في قائمه الهدافين، فطموحه مثلا انه يشوف نادي اكبر بيكون طموحه في المنافسه اكبر، سواء فرنسا او في اي يعني دوله اوروبيه. يعني ممكن وارد يشوف مصطفى محمد في PSG مثلا، باريس سان جيرمان، ممكن وارد جدا. يعني انت بتتكلم يعني امبابي بنسبه 90% مش هيبقى موجود مع باريس بعد الموسم ده، يعني خلاص هو مظبط اموره مع ريال مدريد. هنضطر ان احنا نقطع حضرتك يعني فضل. نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني، فاصل سريع ونرجع تاني نكمل حديثنا مع الاستاذ سليمان النقر الناقد الرياضي. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، لسه حديثنا مستمر مع الاستاذ سليمان النقر الناقد الرياضي عن محترفينا في الخارج، ويمكن كنا بنتكلم قبل الفاصل عن مصطفى محمد، ولكن خلينا بقى ننتقل يعني من مصطفى محمد للدوري السعودي ونجومنا هناك. طبعا يعني محمد شريف نجم النادي الاهلي السابق، ويعني اداؤه مع نادي الخليج، شايف ازاي اداء محمد شريف مؤخرا؟ محمد شريف ماشي بشكل كويس جدا مع الخليج، طبعا الخليج مش من الفرق المنافسه او بعيده شويه عن المنافسه، ولكن لحد ما بيقدم مستوى مرضي. يعني يمكن اخر ماتش كان قدام النصر السعودي، النصر السعودي من الفرق القويه اللي بتنافس، يعني عامل اداء كويس، لعب لحد الدقيقه 85 او 86 وتم استبداله. يمكن على مدار الوقت اللي لعبه يعني كان ليه اكثر 4 أو 5 محاولات على المرمى، كان في تهديد، يمكن في كره ما كانش فيها توفيق، خبط في العارضه وكره صدها الجون، فيعني ماشي بشكل كويس، حصل على ثقه الجهاز الفني لفريق الخليج، يمكن يعتبر اللاعب الاساسي في خطه مدرب الخليج الفتره دي، فهو ماشي كويس كمان يعني. طيب تعال بقى نروح لموضوع مختلف حبتين، ميسي وفوزه بكره ذهبيه جديده، وفي ناس كانت مستبعده الفكره من زاويه انه خلاص يعني ايه في خواتيم مشواره، ومن زاويه ثانيه فكره ان هو ما بيلعبش، يعني بيلعب حاليا في الدوري الامريكي، يعني وكان وجوده في الدوري الامريكي المنطقي ان هو يبعده عن امكانيه حصوله على الكره الذهبيه، شفت حصوله عليها ازاي؟ هو ميسي كان متوقع انه هياخد الجائزة لسبب واحد بس، هو انه كاس العالم. يعني فكرة انه ميسي يعني كافح على الموضوع ده من بداية مسيرته مع الارجنتين، فما كانش فيه توفيق، كان ربنا وفقه وكان له نصيب انه يرفع كاس العالم قبل ما يعتزل يعني، وكان يعني اللي هو في عز مجده قبل ما يخوض تجربه الدوري. في ناس كتير كانت فاكره ان دي هتكون لقطه النهايه بالنسبه له، مش ان هتستجد لقطه كمان حصوله على الكره الذهبيه بعدها. ما دي مكافئه دي. طب احنا لسه امبارح كريم كل شويه بنقول، كل ما نقول على ميسي نفتكر ان هو خلاص، لا بيفاجئنا اكتر يعني، كل ما نفتكر ان خلاص دي مسيرته الكرويه بتنتهي هنا، لا بيفاجئنا اكتر ان هو لسه عنده ظاهرة برضو يعني. بالظبط زي ما بتقولي، هي ظاهرة يعني ظاهرة بتظهر كل فترة كده، لعيب معين ليه إمكانيات ومقومات مش طبيعية، يعني مش هينفع نقارن ميسي مع لعيبة تانية، لأن هو عنده موهبة فطرية يعني. بتكلم في لاعب 36 سنة داخل على 37 سنة، مزبوط. بيعرف يرقص، بيعرف يجري، يعني حتى العامل البدني مش عائق قدامه في الحاجات دي. هو بس الفكره بالنسبه له انه يعني الدوري الامريكي مش على المستوى يعني، او مش هيبذل فيه مجهود كبير. بالظبط، ومش من الدوريات المصنفه، وكمان يعني مستوى كره القدم هناك مش اللي هي عاليه يعني. يعني انا كنت شايف لو ميسي كان جه السعوديه كان الوضع هيبقى فيه مختلف، يعني المنافسه اشرس، هتبقى اعلى خاصه بعد الصفقات الاخيره. مع التحول اللي حصل، طب يمكن يبقى الراجل فرهد بما يكفي من المنافسات القويه، وقال لك انا كده يعني. هو كده عارفه كانه عارفه ما كانك بتطلع معاش بس من غير ما تضطر تسيب الشغل. هي زي بالظبط كده زي ما تقول مكافاه نهايه الخدمه، لانه برضه هو حسبها بشكل مادي يعني، خلاص انت بتفنش واخر موسمك مع الكوره، فهو كان العرض مناسب ليه، انه فكره ان انت هتلعب هتاخد فلوس، وفي المقابل هيبقى ليك نسبه تملك في النادي، فانت خلاص يعني الموضوع صفقه تجاريه مش اكتر. برغم كمان وجوده يعني في الدوري الامريكي البعيد، لكن اسمه بيتكرر كتير في الملاعب والمدرجات السعوديه من قبل جماهير الفرق المنافسه للنصر، ولسه لغايه النهارده لما بيتقال اسم ميسي ده كفيل باستفزاز كريستيانو رونالدو.
بالظبط. هو يمكن حتى كان رد عليهم في ماتش قريب ده طبعا مشاهد. اللي هو بيقول لهم على مشهد على صوتكم مش سامعكم. ايوه اصل برضه يعني بيبان عليه النرفاز على فكره. لا برضه بس يعني عنده ثبات انفعالي. عنده ثبات انفعالي بالظبط يعني بيعرف يعني يتحكم في نفسه. وبرضه في الاول وفي الاخر ده رونالدو يعني. انت يعني لو هتحط ميسي في مقارنه اكيد هتحط ما هو احنا دايما المقارنه رونالدو فهم الثنائي الاسطوري. بالظبط يعني ثنائي ليهم اكتر من 10 سنين. فكرك مين فيهم هيعلن اعتزاله قبل التاني؟ دي حاجه في علم الغيب يعني. اصل رونالدو ممكن يكون الاقرب بحكم ان هو الاكبر في سنها. بتكلم النهارده رونالدو 38 سنه يمكن ده. ومع هذا من فتره قريبه كان بيقول لك انا مع نهايه الموسم ده هبص لجسدي واشوف هل هيقدر يديني كمان سنه او سنتين ولا لا. بس النهارده رونالدو بيدي احسن من لعيب عنده 20 21 سنه يعني. حاجه عجيبه. فما تقدرش تقول. وكمان هو يعني عامل نظام تدريبي لنفسه نظام شنق يعني. ناس كثيره كان لعبت مع رونالدو اتكلمت على الموضوع ده. فيعني النجاح اللي وصل له رونالدو ما جاش من فراغ يعني ولا مش طبعا. مش بالصدفه يعني. أكيد. هو الراجل بيجتهد وبيعمل عليه وصل للمرحله دي يعني. طب الكره الذهبيه يا استاذ سليمان يمكن لو ما كانش ميسي حصل عليها كان ممكن مين تاني؟ لو هتحط لنا كده اسامي بالترتيب كان ممكن مين تاني ان هو يبقى يستحق هذه الجائزه؟ هختار يعني بالترتيب ممكن مبابي هالاند محمد صلاح. بالنسبه لي يعني محمد صلاح مش بالعاطفه لا، لان محمد صلاح اتظلم في السنين اللي فاتت. كان في سنين يعني ممكن ما يكونش السنه دي اكتر سنه يستحقها، بس في سنين فاتت اتظلم فيها لحساب ناس تانية. لا عشان نكون واضحين وامنين يعني. بس لو هنظر لمحمد صلاح اللي انا حطيته في القائمه على الاستمراريه وتاريخ محمد صلاح الفتره اللي فاتت، يمكن ما خدموش فكره انه في اخر سنتين ليفربول ما خدش بطولات. طبعا فدي اثرت سلبا على محمد كتير. اثرت سلبا على محمد صلاح. لكن هو في النوع ده من الجوائز بالمناسبه المرجعيه بتكون ايه؟ هل المهارات الاستثنائيه اللي عند اللاعب، ولا في حاله هالاند مثلا الغزاره التهديفيه الاستثنائيه هي كمان؟ يعني مين اللي يعني مين اللي يعني من الاثنين من الفئتين دول بيبقى اقرب للحصول على النوع ده من الجوائز؟ هو الاقرب طبعا اللي هو يعني بيعمل طفره مع فريقه اللي في الغزاره التهديفيه طبعا، تاثير مدى تاثيره مع الفريق. والاهم من ده النظر الاكبر ان هو ايه الاضافه اللي عملها الفريق او منتخب بلده يعني. البطولات هي العامل الاكبر في اللي بتحسم اختيار افضل لاعب. كنا سعداء جدا الحقيقه بوجودك النهارده استاذ سليمان. اتكلمت معانا في عدد كبير جدا من الملفات الهامه وابرزها الحقيقه كان مهم ان احنا نتكلم عن محترفينا في الخارج اللي مقدمين اداء مشرف الحقيقه لمصر، ويعني بنتمنى لهم اكيد الكثير والكثير من التقدم. نورتنا وشرفتنا. انا سعيد اني كنت موجود معكم طبعا. شكرا جزيلا لوجودك معانا ونشوفك على خير قريب باذن الله. واكيد الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا في كل مكان على حسن المتابعه. اشوفكم على خير بكره ان شاء الله. صباح الفل.